أهلا بيكو. في الفترة الأخيرة انتشرت أخبار كتير عن ظهور حيتان الأوركا في السواحل المغربية، والصيادين ومراكب الصيد هناك عاشوا ساعات من الرعب بسبب استهداف القوارب بتاعتهم من حيتان الأوركا القاتلة، وسببت ليهم خسائر مادية كبيرة. ظهرت حيتان الأوركا في شمال وجنوب المغرب، ورصدت مؤخرا في مضيق جبل طارق بالذات ومدن العيون والدخلة، وسلوك الحيتان كان عدواني جدا، ومحدش عارف سبب عدوانية حيتان الأوركا دي ايه. وبقت ظاهرة مخيفة بتقلق البحارة والصيادين هناك، لأن الأوركا السفاح ده بيستهدف القوارب الشراعية وقوارب الصيد على طول مضيق البحر الأبيض المتوسط. ومن حوادث الهجوم الشرس للحوت اللي أثارت الرعب والخوف عند صيادين البحر هي حادثة لغرق 2 من الصيادين على سواحل مدينة العرائش وملقوش جثتهم. وفي سبتمبر الماضي اتوفت سائحة ألمانية تعرضت للعض في ساقها لما قفزت للسباحة من يخت كان بيرفع العلم البريطاني في سواحل قريبة من مدينة الدخلة جنوب المغرب. الظاهرة الغريبة دي أثارت النقاشات في البرلمان المغربي بعد ما بقت خطر بيهدد مصادر الرزق للصيادين هناك، وبرضو حياة السياح والمغامرين على شواطئ المغرب. وخبراء البيئة بينبهوا من مخاطر الظاهرة دي، وحتى السلطات الأسبانية نبهت في بيان إن سواحل جنوب مضيق جبل طارق شهدت ظهور حيتان الأوركا واللي أغرقت قارب طوله 15 متر. طب إيه سبب الظاهرة الغريبة دي وإزاي نقلل من مخاطرها؟ تابعوا معايا الفيديو للآخر، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجاية. مبدئيا كده حيتان الأوركا هي نوع من الدلافين الكبيرة والمفترسة، بتتميز بلونها المميز مزيج من الأبيض والأسود، بتعيش في مجموعات كبيرة وعائلات، وبتتواصل مع بعض باستخدام صدى الصوت عشان تحدد مواقعها، وبيوصل طولها من 7 إلى 10 متر. أما وزنها بيوصل لستة طن، يعني حجمها ضخم، وبتعيش حيتان الأوركا من 50 إلى 80 سنة. طب انتي بتقولي هي نوع من الدلافين، ازاي اسمها حيتان الأوركا؟ اتسمت الأوركا قديما من البحارة القدامى باسم قتلة الحيتان، وبعد كده الاسم ده اتحرف وبقى اسمها الحوت القاتل كيلر ويل، وطبعا لايق عليها الاسم جدا لأن حيتان الأوركا بتاكل كل حاجة حرفيا، بتاكل الفقامات وأسماك القرش والحيتان التانية وأسماك السلمون والتونة. طب هل حيتان الأوركا قاتلة للبشر؟ يعني ايه سبب سلوكها الغريب ده وليه هتهاجم السفن وقوارب الصيد؟ الأوركا هي في الأول والآخر هي نوع من الدلافين، المعروف إن الدولفين محب للإنسان، فالأوركا ما بتشكلش خطر على الإنسان لأنها ما بتتغذاش عليه، هو مش على قائمة السلسلة الغذائية بتاعتها، وفي حالات قليلة هاجم الأوركا الإنسان في الطبيعة، ودي كانت حالات بالخطأ حصلت صدفة زي حادثة حصلت سنة 2005 لما هاجمت الأوركا طفل كان راكب للأمواج. فالأوركا بتهاجم لما تحس بالخطر أو إن حد بيحاول يأذيها، وساعات بتهاجم بدافع الفضول أو إنه بتخطئ أحيانا في تقدير الفريسة بتاعتها مع راكب الأمواج. للأسف كان في حالات هجوم لحيتان الأوركا على البشر في الأسر زي الحادثة اللي حصلت سنة 2010 في حديقة الألعاب المائية سي وورلد في أورلاندو في أمريكا، لما حوت الأوركا تيليكوم قتل المدربة بتاعته دون برانشو أثناء العرض قدام الجمهور، والواقعة دي ساعتها قلبت الدنيا. لو حابين نتكلم عن الواقعة دي ابقوا اكتبولي في الكومنتات. ويمكن السلوك العدواني ده وقتها من الأوركا لأن حيتان الأوركا هي كائنات اجتماعية بتعيش زي ما قلنا في مجموعات وعائلات، فالأسر والحبس بالنسبة لها زي الموت بالظبط، وأكيد ده السبب في عدوانيتها وقتلها للمدربة. الإنسان هو السبب لأن ده حيوان ربنا خلقه حر، وانت بتحبسه عشان تفرج الناس عليه وتاخد من وراه ملايين الدولارات، يعني الإنسان هو اللي بيبوظ الطبيعة والفطرة اللي ربنا خلقها عليها، فيستاهل اللي يحصل له بصراحة. الحيوانات مظلومة معانا على الكوكب. طب ليه حيتان الأوركا برضو هتهاجم السفن ومراكب الصيد مع ان الإنسان مش على قائمة السلسلة الغذائية ليها؟ بص يا سيدي، الأوركا أو الحيتان القاتلة كانت عايشة بسلام وهدوء في أعماق المحيط الأطلسي، وما كانش عندها أي سلوك عدواني ناحية البشر أو المراكب الشراعية وقوارب الصيد. لكن بقى لما جه سنة 2020 اتغير الوضع. هو تقريبا السنة دي غيرت حياتنا كلنا، بداية من ظهور فيروس كورونا اللي قلب حياتنا. المهم ساعتها ظهر سلوك غريب عند الأوركا في منطقة مضيق جبل طارق بالتحديد، وهو مهاجمة القوارب والسفن. والظاهرة دي زادت جدا السنين اللي فاتت، وتوثقت حوالي 500 حالة اعتداء على كل أنواع المراكب، وأشهر الحوادث دي حصلت قبالة سواحل شمال المغرب في شهر 5 اللي فات.
وحيتان الأوركا موجودة عموما في كل المحيطات، وفي شمال المحيط الأطلسي بقى موجودة الأوركا الأيبيرية اللي موجودة في مضيق جبل طارق قبالة السواحل الإسبانية والبرتغالية والمغربية. وعدد النوع ده من الأوركا بيوصل ل39 حوت، وتم إدراجهم في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، يعني هي مهددة بالانقراض بشكل كبير. وعشان نعرف مدى الخسائر اللي سببتها حيتان الأوركا القاتلة دي، في سنة 2020 كانت أول حوادث الاعتداء على السفن في المنطقة دي شارك فيها حوالي 9 حيتان قاتلة. الهجوم كان بيبدأ بضربة قوية في جسم المركب، وبعد كده تبدأ الحيتان تصطدم بالدفة بشكل متكرر، وده بيخلي القارب مش قادر على الإبحار، وبتستمر هجمات الأوركا الأيبيرية لأقل من نص ساعة، لكن في بعض الأحيان ممكن توصل لساعتين. ونتيجة للهجمات دي اتعرضت 73% من القوارب للتلف، وتضررت 25% منها بشكل كبير، لدرجة انها عطلت المراكب وتم سحبها للميناء، وغرقت 3 قوارب لما فشلت محاولات كمان لانتشالها من المية بدون خسائر في الأرواح الحمد لله. طب ايه سبب الهجوم المفاجئ ده؟ العلماء والباحثين لسه ما توصلوش لسبب السلوك المفاجئ ده للحيتان، لكنهم بيستبعدوا ان يكون عند الأوركا اي نوايا خبيثة للبشر او دافع للقتل، يعني بالرغم ان الأوركا اتعرضت لمضايقات ممنهجة من البشر قبالة السواحل الامريكية من زمان، لما تم اسر صغار حيتان الأوركا عشان يعرضوها في حدائق الحيوانات المائية، لكن الحيتان ما كانتش بتهاجم القوارب ولا البشر اطلاقا. طب ايه اللي غير سلوكها تجاه البشر فجأة كده؟ في عدة افتراضات ونظريات للعلماء والباحثين. الافتراض الاول هو ان سلوك الأوركا الهجومي ضد القوارب ممكن يكون رد فعل انتقامي نتيجة ان تعرض احد الحيتان القاتلة لتجربة سيئة، زي انه اصطدم مثلا باحد القوارب فحس انها بمثابة خطر ليه، ونتج عن ده هجمات الحيتان القاتلة التانية لانهم اجتماعيين جدا مع بعض. والاحتمال ده مشتبه بيه هي أوركا بيضاء تدعى وايت جلاديس أو جلاديس بلانكا، واللي بيعتقدوا إنها تعرضت للاصطدام الأليم بسفينة سنة 2020 لما كانت حامل للأسف. والواقعة دي انتشرت بين حيتان الأوركا القاتلة التانية من خلال التعلم الاجتماعي بينهم وبين بعض، فبقوا يحاولوا ينتقموا من أي مركب أو سفينة صيد قدامهم. ولأن كمان سفن الصيد بتصطاد التونة ذات الزعنفة الزرقاء اللي هي طعام الأوركا، فالأوركا اعتادت اتباع سفن الصيد دي عشان تستولي على الغذاء المفضل بتاعها قبل ما ينجح الصيادين في سحبها من المية، أو أن تكون الأوركا تعرضت للخطر بسبب الاصطدام بالدفة أو التشابك بخيوط الصيد فبتقوم برد انتقامي. وكمان هي بتعلم صغارها ازاي تهاجم المراكب عن طريق مضغ دفة القارب او ضرب الهيكل من اجل الحصول على التونة، يعني حيتان الأوركا ربطت السفن بوجود طعامها فيها فبقت بتهاجمها للحصول على طعامها، يعني ممكن يكون سلوك مكتسب، او تكون الأوركا تعلمت ربط القوارب بالطعام. ومن المعروف ان القوارب بتتخلص من مخلفات الاسماك في البحر، مما يؤدي لمهاجمة الحيتان للقوارب في محاولة منها للوصول لمصدر الطعام. أما الافتراض الثاني بيتعلق بالأسباب اللي بتخلي سلوك الحيتان ده عدواني بشكل عام، زي انخفاض الموارد الغذائية بسبب الصيد الجائر وزيادة المنافسة كمان على الطعام. فالأوركا في مضيق جبل طارق بتعاني من نقص الفرائس الرئيسية بتاعتها اللي هي غذائها الأساسي، وهي التونة الأطلسية ذات الزعانف الزرقاء اللي بقت مهددة بالانقراض وفقا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة. وبرضو تغير المناخ من الأسباب المهمة اللي ممكن تأثر على النظم والموائل البيئية البحرية، فبتعمل اضطرابات في سلوك الحيتان الطبيعي وبتثير ردود فعل عدوانية عندهم، بجانب بقى التلوث الضوضائي الناتج عن الأنشطة البشرية. ومن الممكن ان تكون الأوركا ببساطة بتلعب لأنها حيوانات مرحة، وللأسف الهجمات دي ممكن يكون ليها عواقب صعبة على البشر وحيتان الأوركا، لأن العلماء خايفين من استمرار هجمات الحيتان القاتلة دي على المراكب، والقلق الأكبر من أن يهاجم أصحاب القوارب دي الحيتان، أو أن الحيتان دي تأذي نفسها أثناء الاصطدامات بالمراكب، لأن الأوركا الأيبيرية مهددة بالانقراض. وسواء كان الدافع وراء الهجمات دي هو الانتقام أو نقص الموارد أو تغير المناخ، فالعلماء شايفين ان البشر بيتحملوا المسؤولية عن نشأة السلوك العدواني المفاجئ ده ولو بطريقة غير مباشرة. طب ازاي نمنع الهجمات دي؟ منع الهجمات دي هيكون امر صعب، لكن في بعض التدابير اللي ممكن مالك القوارب دي يتخذوها،
في تقرير نشر في موقع The Conversation مع دكتور لوك ريندل الباحث في سلوكيات الثدييات البحرية جامعة سانت أندروز البريطانية، قال إن ملك القوارب يتجنبوا مضيق جبل طارق خلال ذروة موسم الحيتان، واللي عادة ما يكون بين أغسطس لأكتوبر لتقليل مخاطر تعرضهم للهجوم. وعلى ملك القوارب الحفاظ على مسافة آمنة وعدم إطعام الحيتان أو التفاعل معاها والإبلاغ عن أي حوادث، ومن خلال التدابير دي ممكن إن احنا نقلل من مخاطر التعرض للهجوم والمساعدة في حماية الحيوانات الرائعة دي في بيئتها الطبيعية. وحيتان الأوركا من أسرع الحيوانات البحرية وبتوصل سرعتها لأكتر من 50 كيلومتر في الساعة، هي نادرا ما هتقترب من الشواطئ فما فيش خطر تقريبا على السباحين. أما بالنسبة للصيادين سواء كانت مراكب شراعية أو قوارب، ففي حالة مواجهة حيتان الأوركا لازم التوجه بأسرع ما يمكن ناحية الشاطئ، لأن بعد 2 كيلو كحد أقصى بتغادر حيتان الأوركا عشان ترجع تنضم لمجموعتها والعيلة بتاعتها. نتمنى ان الظاهرة الغريبة دي لحيتان الأوركا تختفي وما يحصلش اي خسائر تانية في الارواح للصيادين والبحارة هناك في المغرب. ربنا يحفظهم يا رب ويحفظ المغرب وشعبها الجميل. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحلقات الجاية، ودمتم في امان الله. مع السلامة.